ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعل فيه. ومين بقى اللي هيولعه يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمه حضراتكم. السلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟ بلاش السؤال ده لان مش هجاوب عليه. انا عرفت وتاكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسالني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين. واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري. اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى اصح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زيي هيزيد 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمده قد ايه؟ وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحه البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب، مش هتخسر حاجه. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكره الساعه 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي. قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا لا عمري بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محندق، حتى الزبون يبقى جوه وقفاه بره لا مؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك العربية توصلني؟ للاسف راحت مشوار. خلاص اخد الاتوبيس. السلام عليكم. معلش امي مش فوق عشان كده مش قادر اقول لك اطلع شوي. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. واحنا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دول هنا اكل حسن.
انت راجع من الامن ده دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف ده. مين؟ مين ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنصلح. بنصلح ايه؟ بنصلح كهرباء. كهرباء؟ ايوه. ما تيجي نطلع فوق احسن بدل البهدله دي يا حسن. ده حتى فوق ممكن نتكلم كلام يخليك تجيب عيل وامك ساعتها هتجوزك ليه غصب عني. ها يا نهارك اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد فرحه وجاي يقول لي نعمل ايه. بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه انت هنا؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ بنصلح الكهرباء برضه. كهرباء ايه؟ الكهرباء بتاعت الكهرباء. كونين عليكم وعلى ايامكم السودا وزمانكم الاكبر. على فكرة أنت راجع مش مظبوط، هما ضربوك على دماغك ولا إيه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. إحنا نفسخ الخطوط. أنا ما ينفعش ليكي، صدقيني. بس كان على 150 جنيه بتوع الشبكة، أنا كنت بيها عندكم دي 20 مرة. أنا أصلاً ما ينفعش ليكي. أنت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح. مش لازم اي حد يحس بوجودنا هنا. اطمن يا فندم، مفيش اي شوشره.